الإخافة الإلهية والسرامة الإلهية الإمام عليه السلام فتنجذب حولهم حولهم الإخوة لما يقسم في جيش الإخياني جيشة ومجر إلى المدينة بعدين الآن باقي عنده مجموعة كبيرة من الجنود هنا الخراسانيين راح نتحدث عن هذا المعنى يدخلون لمواجهة مع حلول الجيش الخيالي فيخرج الخيالي راجعا إلى الشام ويأتي الإمام المهدي صلوات الله والسلام عليه من مكة المكرمة طبعا بعد أن يكتمل له 10,000 مقاتلين قال لا يخرج من مكة حتى تكتمل له الحلقة قال يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله وما الحلقة؟ قال 10,000 سيخرج من مكة المكرمة وانظر إليه اليمنيون سيخرج في 10,000 وانا طبعا هي قلة الاهداف في صورة ملخصة.